أكثر من 35,000 شهيد، وربما الأرقام أكثر من ذلك كثيرا، لمن هم تحت الأنقاض ومن هم مفقودون الحياة. أنه يعني إحنا أمام حرب إبادة جماعية. وفي هذه الفقرة سنواصل التحليل السياسي، ماذا يحدث على الأرض، لماذا وسعت إسرائيل عملياتها العسكرية، وكأننا نبدأ الحرب من جديد من الشمال ثم الوسط، ثم ما هو مصير رفح. وطبعا هنبدأ بانضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية الفلسطيني طبعا، والكاتب الصحفي أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام. وخلوني أسمع يعني رأيكم السياسي في التحرك المصري للانضمام لدعوة جنوب أفريقيا، كيف رأيت ذلك دكتور؟ طبعا بعد التحية لك ولكل السادة والسيدات المشاهدين والمتابعين الكرام، يعني نحن نعلم أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية بكل معنى الكلمة، وبالتالي مصر رأت أن آن الأوان لتنضم إلى محكمة العدل الدولية بجد، وأن طبعا تقاضي الاحتلال على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. يمكن جميعنا يذكر المرافعة التي قدمتها مصر في الفتوى حول وجود الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والضفة الغربية بالتحديد. أنا أعتقد من قرأ طبعا النص الذي يقدم، أنا أعتقد أنها، قلت أنا في حين أنها وثيقة تاريخية استدرجت التاريخ منذ احتلال فلسطين عام 48 حتى اللحظة في غزة. اليوم مصر بذلت جهد كبير جدا خلال الفترة الممتدة أكثر من 7 شهور لوقف هذه الحرب، لمنع الإبادة الجمعية وحتى الوصول إلى هدن. وواضح أن مصر سئمت المماطلات الإسرائيلية وسئمت الدور الإسرائيلي السلبي في الوصول إلى هذا الأمر، فقررت أن تذهب لمحاكمة الاحتلال في الجنائية الدولية. لا ننسى أن الاحتلال تجنى على مصر كثيرا في هذه الفترة، يعني حتى في الجنائية الدولية في المرافعة في محكمة العدل الدولية في مرافعة الإسرائيلية اتهم مصر بأنها تغلق معبر رفح، رغم أن الأمر كان واضح. 3 بيانات من الخارجية المصرية تطالب، أولا أنا قلت أن مصر استخدمت الدبلوماسية الخشنة لأول مرة عندما قالت للأمريكان لن يخرج رعاياكم إلا بإدخال المساعدات إلى غزة، هذا أكبر دليل أن هذه الكذبة الإسرائيلية واضحة. الأمر الثاني، عندما أصدرت الخارجية بيان قالت أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على التفتيش الدقيق للبضائع فلا تدخل إلا كميات محدودة جدا، ثم بعد ذلك بيان تحدثت به عن استفزازات إسرائيل في تحديد نوعية الغذاء الذي يدخل إلى غزة. إذن الأمور كانت واضحة أن من يعيق كل ذلك هو الاحتلال الإسرائيلي. رغم كل ذلك مصر قدمت غيظها وأصدرت بيان وقالت نحن سنرد على ذلك في الوقت المناسب. أنا أعتقد أنه قد طبعا يعني وصلت الأمور إلى درجة فارة بها التنور بشكل أساسي، فقررت مصر أن تذهب بهذا الاتجاه. وأنا أعتقد مصر عندما تذهب بهذا الاتجاه، مصر أكبر دولة في المنطقة، مصر أقدم دولة بينها وبين الاحتلال اتفاق سلام، وهي تذهب الآن باتجاه أنا أعتقد ستجعل العالم يعيد حساباته بشكل كبير جدا، أن الأمر ليس عشوائيا وليس مجرد أنه فقط أتحدث بتصريح في الإعلام. أستاذ أشرف، يعني هل هذه بداية تحركات؟ يعني النهاردة وزير الخارجية قال جملة مهمة، أن مصر لن تكتفي بالحديث وأنها ستتخذ خطوات على عملية لتنفيذ ما تطالب به. ربما هذه كانت أول خطوة، فهل هذه بداية خطوات؟ يعني هذا مؤكد. ما فهمته هو أنه هذه بداية مجموعة من الخطوات التصعيدية. هذه الخطوات ربما تتضمن تحجيم أو تقليص للعلاقات مع إسرائيل، وربما تصل إلى مرحلة مراجعة اتفاق السلام، وأيضا تشمل يعني وقف التعاون مع إسرائيل في كل ما يتعلق بغزة والمعبر وما إلى ذلك، حتى تلتزم إسرائيل وتعيد فتح المعبر فتحا تاما وبإدارة فلسطينية، وتتوقف عما تفعله في رفح بشكل عام، وتعود إلى مائدة المفاوضات بشكل جدي وليس لإضاعة الوقت. مصر منذ البداية يعني اختارت أن تدخل في مسارات كلها لصالح الشعب الفلسطيني، مسار الضغط لفتح المعابر، لأنه إسرائيل في البداية أغلقت كل المعابر ومنعت دخول كل شيء لغزة، وكان الهدف هو يعني التجويع أكثر من ذلك بكثير، والإذلال والخنق الداخلي لدفع الناس للخروج. مصر ضغطت لفتح المعابر، ومصر ضغطت لدخول المساعدات، ومصر ضغطت للوصول إلى مائدة التفاوض، ومصر نسقت مع العالم أجمع، ولم تكن رؤيتها
مجرد فقط أن توقف هذه الحرب، وإنما أن تنتهي القضية برمتها من خلال مفاوضات تؤدي إلى حل الدولتين، وبالتالي احتفظت بالعلاقة مع إسرائيل حتى تكون قادرة على أن تكون وسيط. لكن في النهاية عندما انقلبت إسرائيل على كل شيء، بدأت مصر يعني تتجه للاتجاه الآخر، حتى ولو وصل الأمر إلى قطع العلاقات مع إسرائيل، لأننا قدمنا الكثير وأنتم لم تفعلوا شيء. حتى مقارنة. لو وصل الأمر إلى قطع العلاقات؟ هذا مؤكد. يعني إذا بدأت خطوات تصعيدية فالخطوات التصعيدية لها نهاية، والنهاية هنا ستكون قطع العلاقات. ولكن أعتقد أنه من المؤكد أن هذه أيضا رسالة أكبر للولايات المتحدة. ونذكر أنه أول من تحدث عن أنه مصر تهدد بمراجعة معاهدة كامب ديفيد هو صحيفة معاريف الإسرائيلية منذ يومين، نقلا عن ويليام بيرنز مدير المخابرات الأمريكية عندما قال أن مصر أبلغته أنه تدرس مراجعة كامب ديفيد، لأنه رسميا لم يصدر هذا من أي مسؤول رسمي. صحيح. حتى وزير الخارجية النهاردة قال أنه خيار استراتيجي منذ أكثر من 4 عقود ونحن ملتزمون به، وإن وجد أي اختراق للاتفاقية فهناك آليات فنية. ما هو هناك فرق بين إلغاء الاتفاقية وبين تجميد الاتفاقية أو مراجعتها. نحن لا نتمنى أن نصل إلى مرحلة الحرب أو المواجهة، أن هذه لن تكون أولا في صالح الشعب الفلسطيني، لأنه في هذا الوقت ستكون إسرائيل أخذت شرعية للقضاء على ما تبقى من غزة في ظرف أيام وليس أسابيع أو أشهر، وهي تستطيع أن تفعل ذلك. يعني إسرائيل تستطيع أن تستخدم قوة نيران أعلى من ذلك بكثير. نعم. ويعني رغم كل هذه الخسائر إلا أنها تحت ضغوط. لكن دعيني أذكرك مثلا دريسدن في ألمانيا في نهاية الحرب العالمية الثانية، وكان هتلر قد انتحر، الطائرات الأمريكية بالقصف التقليدي قتلت 250 ألف شخص في يوم واحد. إسرائيل كانت تستطيع أن تفعل ذلك ولكن الضغوط عليها، ونحن لا نريد أن نصل إلى هذا السيناريو. لكن دكتور أيمن، يعني العالم، وأنا قلت الكلام ده لمتحدثين سابقين، العرب إحنا كمواطنين كفرنا بالقانون الدولي، كفرنا بكل من يتحدث على أن القانون الدولي، قرارات الأمم المتحدة، لا يوجد قانون دولي أمام الطغيان الإسرائيلي. ماذا تفعل محكمة الدولة العدل الدولية لو انضممنا كلنا جميعا لها، لو انضمت الدول العربية كلها؟ القانون الدولي يقف عاجزا أمام إسرائيل. للأسف الشديد حرب على غزة، حرب الإبادة على غزة من قبل الاحتلال الإسرائيلي كشفت عورة المجتمع الدولي. هذا المجتمع الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية هو للحفاظ على مصالح الأقوياء، والدول الخمسة دائما العضوية تستطيع أن تحصن نفسها، بدليل أنه حتى الآن كل القرارات صدرت ضد روسيا لا أحد يستطيع أن ينفذها. وبالتالي نحن ضعفاء في هذا القانون، لأن هذا المجتمع تأسس خطأ وتأسس فقط لمصلحة الأقوياء. ونحن العرب حتى عندما تأسيس هذا المجتمع أو المؤسسات الدولية كنا لازلنا نخرج من عباءة الاستعمار وكنا مرهقين، لم تكن لنا كيانية واحدة، وحتى الآن نحن لسنا كيانية واحدة. ولكن نحن الآن أقوى اقتصاديا، أقوى ماديا، أقوى إقليميا، أقوى عسكريا، ولكن لم نستطيع أن نصبح كيانية واحدة كالاتحاد الأوروبي. وهذه كمان هذه معضلة حتى الآن في حالتنا العربية. نحن 350 مليون نسمة بالحد الأدنى، لدينا يقال أن لدينا اقتصاد قوي لا يقل عن اقتصاد أمريكا لو توحدنا، وبالتالي ولدينا جيوش ولدينا منطقة شغل. وهذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة جدا. طالما لم نستطيع أن نصل إلى ذلك فلن نستطيع أن نكون قوة تستطيع أن تؤثر في العالم. لذلك اليوم حتى ونحن نتحدث أستاذ لميس على أن نحن نذهب إلى محكمة العدل الدولي، نحن نعلم أنها بلا قيمة بلا تأثير، ولكن نتحدث عن الفن الممكن. الممكن يعطيك فقط هذا الحال، أنك تذهب إلى المحكمة العدل الدولي. يعني بالأول أمس نحن كنا سعداء بأن الجمعية العامة ب 143 أقرت أنه حقنا أن يكون لنا دولة، لكن لم نمنح. يعني حتى العضوية لا تستطيع أن تمنحها، لأن واشنطن تحتاج إلى فيتو إلى مجلس الأمن، وفي فيتو أمريكي ينتظرنا كما حدث في 18 ينتظرنا على طول على الكورنر كتير عن ناصية في واحد فيتو أمريكاني مستني. فللأسف حتى عندما يمزق هذا مندوب الاحتلال الإسرائيلي ميثاق جلعاد أردان، ميثاق الأمم المتحدة بالأساس أن تطرد دولة الاحتلال بمجملها من هذه المؤسسة، لكن صمتت المؤسسة. نحن ندرك أن أمام عالم ظالم، لكن نذهب إلى محكمة العدل الدولي لنثبت حق،
ونحن نتحدث أن الحقل لن يسقط بالتقادم. الاحتلال اليوم يبتز أوروبا على الهولوكوست. الهولوكوست اللي مورس في الحرب بين الحرب العالمية الأولى والثانية، يبتزهم ابتزاز ويأخذ منهم أموال ومواقف سياسية ودعم عسكري. نحن ندرك أن نحن الآن ضعفاء، ولكن بالعادة دولة الضعف لن تبقى إلى الأبد. إذن الرسالة التي تقولها القاهرة إلى تل أبيب، وأحد المصادر قال ونقلته سكاي نيوز أن هذه خيانة وطعنة في الظهر. نعلق الأول أستاذ أشرف على كلام الإسرائيلي، المصادر الإسرائيلية، أن هذه خيانة من مصر وطعنة في الظهر. يعني بالتأكيد هي صدمة للإسرائيليين واعتبار أنه مصر خانت، لكن في النهاية يعني الشخصيات السياسية يعني الوازنة في إسرائيل، العسكريين الحقيقيين، يدركون تماما أهمية العلاقات مع إسرائيل. إسرائيل في الفكر الإسرائيلي والكيانية الإسرائيلية، مصر دولة لها وضع كبير جدا، وهي جزء من تاريخهم وجزء من تقاليدهم وجزء من عاداتهم. وبالنسبة لهم أحد أهم الانتصارات في تاريخهم هي أنهم استطاعوا أن يصلوا لسلام مع مصر. وبالتالي ما بدأت تقوم به مصر بالتأكيد هو سيسبب هزة في إسرائيل أو زلزال، وسنرى أنه الكثير من الأحزاب السياسية والشخصيات المهمة ستبدأ في الضغط على نتنياهو ومجلس الحرب، خاصة اليمين المتطرف. أنتم ستجعلون نخسر يعني أهم دولة في المنطقة، أنتم ستعيدون مرحلة الصراع. والكل يعلم المقولة الشهيرة، لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون سوريا. رسالة القاهرة، رسالة القاهرة هي أن يعني فاض بنا الكيل، توقفوا، أنتم فعلتم كل شيء، ماذا تفعلوا أكثر في غزة؟ دمرت غزة، وهذا ليس نهاية المطاف، ولن نقف مكتوف الأيدي إلى ما لا نهاية. طيب دكتور أيمن، يعني منذ قليل تصريح أيضا لرئيس الأركان الإسرائيلي، أنا الذي أرسل، اعتراف واضح، أنا الذي أرسلت أبناءكم إلى النيران حيث قتلوا ولم يعودوا. يعني هذا الاعتراف هل يعفيه من المحاكمة هو ونتنياهو؟ لا يعفيه. هو قبل قرابة شهرين تشكل لجنة بقيادة مفاز طبعا للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر. نتنياهو وحكومته احتجوا على ذلك لأنه أعلم أن مفاز أصلا يعني لديه خلاف مع نتنياهو، وبدأ الهجوم بشكل أساسي. حتى لو لم يكن مفاز، لو كان أي شخصية أخرى كان سيحتج عليه. ورأينا طبعا بن غفير وسومتريتش وميري ريجف هاجموا بشكل مباشر رئيس هيئة الأركان، ومنع حتى رئيس هيئة الأركان من دخول مقر رئاسة الوزراء وأهين أكثر من مرة. ورغم كل ذلك قام طبعا خشية كل هذا الضغط بحل هذه اللجنة. الآن هو يدرك عندما يعترف أنه يتحمل وزر بهذه الجراءة أحداث 7 أكتوبر والأحداث بعدها، يدرك أنه قد يدفع باتجاه الاستقالة والمحاكم إن لم يكن اليوم. يعني يمكن من المفارقات الغريبة في حرب 73 جولدا مائير تحملت مباشرة الأخطاء واستقالت، لكن نتنياهو حتى الآن يكابر ويقول نحن، رغم أنه قال اعترف بشكل كامل عندما استقال رئيس الاستخبارات الإسرائيلية أمان، قال نحن طبعا نتحمل مسؤولية الإخفاقات ولكن لم يوافق على الاستقالة. الآن نتنياهو يقول أنا جئت منتخبا ولن أغادر المشهد إلا منتخبا، وفترتي تنتهي في نوفمبر عام 2026. هذا نتنياهو، ويقول إذا أجبرنا من الشارع الإسرائيلي على إجراء انتخابات مبكرة أثناء الحرب فهذا يعني أن دولة إسرائيل انهزمت. هذا ما يرسم في مخيلة المجتمع الإسرائيلي. وبالتالي أنا أعتقد هيرسليفا سيتحمل مسؤولية، نتنياهو سيتحمل مسؤولية، وكل هؤلاء بالنسبة لهم سيتحمل المسؤولية. بالنسبة لنا فليذهبوا إلى الجحيم. قتل 35,000 يعني فليذهبوا إلى الجحيم. لكن عفوا أنا أريد أن أوضح شيء. أعتقد أنه هذا الاعتراف الآن من هيرس لهاليفي وتحمل المسؤولية يعني أن الحرب على وشك الانتهاء، لأنه هذا الأمر لم يكن ليحدث لولا أنه يرى أنه الأمور انتهت، وأنه ربما تعود إسرائيل إلى مائدة المفاوضات وتقبل تحت الضغط التفاوض والاتفاق، خاصة الضغط الأمريكي شديد جدا، الضغط الدولي شديد جدا، الموقف المصري الجديد، الضغط في الشارع الإسرائيلي، علاوة على أنه هو يعني
استطاع تحقيق ما يشبه صورة النصر مؤخرا عندما وصل إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعندما فصل رفح إلى شطرين شرقي وغربي، وهو اليوم يقوم باستهداف يومي لما يعني يقولون أنه مخابئ أسلحة ووقود ومقرات لقيادة حماس، في وسط ضغط شديد جدا من الأمريكيين يعني بأن لا يدخل في المناطق السكنية المختصة. تتفق مع هذه؟ أختلف كليا مع أخوي أشرف. بالعكس، أنا أرى أن نتنياهو يريد أن الحرب أن تستمر، لأنه يدرك أن إذا هو يريد الحرب، ولكن الضغوط عليه أكبر من منه. من يضغط عليه؟ الجيش؟ لا، ولم الأمريكان يستطيعوا أن يضغطوا أكثر من ذلك. تصريح أخي أشرف، تصريح بلينكن اليوم، وتصريح بايدن اليوم، تصريح بايدن أمس، وتسريبة اللي بيدعي للسخرية، أن هناك تقارير تقول أن لدى أن هناك مقايضة من قبل الأجهزة الأمنية الأمريكية مع الإسرائيليين، نعطيكم معلومات عن أماكن وجود قيادات حركة حماس مقابل وقف العملية في رفح. واليوم بلينكن بعدها بلينكن قال أن العملية في رفح تسير باتجاه محدود، وعلى الإسرائيليين ألا يقتلوا مزيدا من المدنيين. المفارقات، وأنت تقرأ التصريحات التي تأتي من أمريكا، هذا ليس كل هذا دولة. لا يعني أنه إسرائيل ستضطر بأسرع ما يمكن لإنهاء هذه الحرب، لأنه هي أصبحت عبء عليها في كل الاتجاهات. دعني أذكرك أن هناك رعب في حكومة نتنياهو أن يتم توجيه مذكرات من الجنائية الدولية ضدهم، وهي أكبر وأهم بكثير من اتهامات العدد. أنا أرى الجنائية أخي أشرف كذبة، لا جنائية، ستصدر مذكرات. إذا تقدمت 5 دول في نوفمبر من العام الماضي، حتى الآن لم يصدر من كريم خان مذكرة للتحقيق، في حين عندما تقدمت دول في أوروبا ضد دولة عظمى مثل فلاديمير، رئيس دولة عظمى مثل فلاديمير بوتين، بعد أسبوعين صدر القرار. لكن الآن المعلومات القادمة من الجنائية الدولية تقول أنه هذه المذكرات على وشك الصدور، وهناك ضغوط أمريكية، تسريبات إعلامية أمريكية إسرائيلية، وضد طرفين، ضد حماس، وهذا شيء طبيعي، لأنه يعني حتى العدل الدولية عندما تصدر ستصدر أيضا يعني اتهامات ضد حماس. يعني نحن أمام رأيين، أستاذ أشرف أبو الهول بيقول أنه يتوقع أن تنتهي الحرب قريبا نتيجة الضغوط الخارجية، ودكتور أيمن الرقبي يتحدث لا يجب أن الحرب مستمرة. الانتخابات الأمريكية ستحدد سرعة نهاية هذه، ونتنياهو يريد أن يصل الانتخابات الأمريكية والحرب مستعرة، حتى عسى أن يأتي ترامب ويشجعوا في ذلك. ومشكلة أساسية أن يعني لماذا فشلت المفاوضات؟ حماس تريد أن تنتهي الحرب. لماذا فشلت المفاوضات؟ وده سؤال حماس مهم. تريد أن تنتهي الحرب في نهاية ملف تبادل الأسرى، وقف إطلاق النار في النهاية، وقف إطلاق نار كامل، ويؤيد ذلك قطر، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية نصا واحدا. الورقة التي وافقت عليها حماس هي الورقة التي سلمت من مصر لحركة حماس دون أي تعديل. الاحتلال تهرب من ذلك، قال أنه عدلت، وتحدينا أن يأتوا بورق المعدل. لذلك حتى الموقف المصري جاء بناء على التلكك من قبل الاحتلال الإسرائيلي في موضوع الورقة. الآن أمام الاحتلال الإسرائيلي هذه الورقة التي ستفضي إلى وقف الحرب. نتنياهو يدرك إذا توقفت الحرب هو انتهى سياسيا. دعوة الانتخابات مبكرة، لن يكون رئيس الوزراء. من يقرأ شخصية نتنياهو الذي كتب في قصصات في رجل تحت الشمس يدرك أن هذا الرجل يبحث عن ذاته، مش مشكلة. بالتأكيد حتى لو هو دمر كل خصوم السياسي، لا مشكلة. من الذي دمر موفاز وباراك وتسيفي ليفني وأولمرت؟ يمكن هذول القضاء لكن حلفاء وتأمر عليه، كلهم كانوا شركاء معه ودمر معه. لكن هنا أيضا أريد أن أقول أن هناك إشكالية من جانب حماس، هي مشكلة أنها أيضا تريد أن تبقى في السلطة، ورغم أن هناك تنسيق أمريكي إسرائيلي بأنه بنهاية هذه الحرب لابد أن تخرج حماس من المنظومة، لابد أن شراء انتخاباتها خاشرة. مش من حق إسرائيل، لا أمريكا ولا إسرائيل تحدد لنا من يحكمنا، نحن يجب أن نختار من يمثلنا. إذا الشعب الفلسطيني قرر أن تتخذ حماس فهذا حقه. أنا أستطيع أن أمنعك أن تختار من يمثلك يا دكتور. وهل استأذناتكم حماس قبل أن تكون بهجوم 7 أكتوبر؟ وهل نسقت معكم؟ وهل دفعت الناس إلى الأنفاق وهي وقفت في المقدمة تدافع؟ للأسف الناس هي التي تدفع الثمن. هذا لا خلاف على أن الناس، وإحنا بندرك أنه أنا فقدت في هذه الحرب أعزائي لي وأصدقاء وأحبة وأقارب، وأنا أدرك الألم جيدا. بالتأكيد أنا أعلم تماما. أتحدث الآن، صحيح أن نحن نقول لأن عشنا حالة الثورة أن أبواب الحرية مخضبة بالدماء. والجزائر عندما قدمت 1.5 مليون، قدمت طبعا من أجل الحرية، الفيتنام حاربت
وهي وتفاوض كانت تقاتل، لكن ندرك أن الحجم الذي دفعناه كبير جدا والقادم سيء، وتقرير أن غزة حتى تعود إلى ما كانت عليه تحتاج إلى 30 عاما بالحد الأدنى، وتحتاج من 50 إلى 90 مليار. أدرك حجم المعاناة بشكل كبير جدا، لأن أنا عايش التفاصيل اليومية، لكن أنا أتحدث بشكل أساسي. لنضع لو وضعت الحرب أوزارها، لا نسمح لا لأمريكا ولا لإسرائيل ولا لغيرها أن يملي علينا. لديك من القوة أن تسمح أو لا تسمح؟ لا من يمثلنا، للأسف. لا الإسرائيليين يريدوا أن منقسمين، قوة. أنتم منقسمين، أنتم تسببتم فيما حدث. ماشي، حتى أخ أشرف لو انتهى، لنعتبر أن الانقسام استمر، الاحتكام لإنهاء الانقسام هو انتخابات. يعني كانت هناك فرصة ذهبية أن تتم المصالحة خلال هذا العدوان، للأسف لم يحدث. طيب أي شيء، للأسف هنا صناع القرار لم تجهزوا لليوم التالي. لكن أعود للمفاوضات، هذه المفاوضات لم تفشلها حماس، هذه لم تفشلها حماس بالتأكيد، أفشلتها إسرائيل بالتأكيد. وفي النهاية إذا يعني هل يمكن أن تخرج حماس بعد كل هذه المعركة من المعادلة في رأيك؟ أنت متخيل أنها بعد، يعني لو نزلنا للناس وسألناهم هيفضل حماس ستظل المقاومة؟ لأنه هي فكرة، لكن هي القضية. فإحنا ما نقدرش، لن يستطيع أحد أن يفرض على هناك الفلسطينيين فرق بين أن يبقى، أن تخرج حماس من المعادلة. هناك فرق بين أن يبقى كفكرة أو كتنظيم وأن يبقى يدير قطاع غزة. لا هذه هي القضية. الموضوع بعيدا عن ضرب القطاع، لا احنا ما بنتكلمش على قطاع غزة، بنتكلم على مقام في الكيان. لا سيظل لانه العائلة الفلسطينية بها حماس وفتح والديمقراطية والشعبية وغيرها. احنا الشعب الفلسطيني وكل شعوب المنطقة اليوم، شعبية حماس في داخل في الضفة الغربية والخارج ارتفعت بشكل كبير جدا. في غزة قد تكون انخفضت بإصلاح الرأي، لان الناس تعاني. لكن لذلك قلت أنا، إذا الإسرائيليين ماذا يريدوا؟ يريدوا أن يولدوا داخل غزة حكم يقبل كما قال نتنياهو اليوم غير معادي. نحن نقول لنتنياهو وللأمريكا، الشعب الفلسطيني له حق في اختيار من يمثله. نحن لا نقول لا حماس ولا فتح، وأنا فتحاوي، لكن نقول إذا الشعب الفلسطيني أراد أن يختار فتح بنهجها فأهلا بذلك، إذا أراد أن يختار حماس فأهلا بذلك. هو السؤال الآخر، لماذا إذا كانت إسرائيل تريد أن تخرج حماس من المعادلة قبل 7 أكتوبر، لماذا أضعفت السلطة؟ لا لماذا هو يعني إسرائيل يعني قبل 7 أكتوبر إسرائيل هي التي ساعدت حماس على النمو، هي التي كانت تدعم حماس، هي كانت عايزة هذا الانفصال يبقى مستعرا، وأضعفت السلطة وحاصرت السلطة وشالت خدت فلوس السلطة وما كانتش بتديهم فلوس الضرائب، يعني كانت تحاصرها. سأحكي لك على تفاصيل كثيرة. يعني خلال فترة الفلتان والاشتباكات بين فتح وحماس، وكنت أعيش في غزة، كنا كلما كان هناك يعني اقتراب لنجاح الجهود المصرية للمصالحة، كانت تقوم إسرائيل بقصف مقرات السلطة الفلسطينية الأضعف. لإفشال عندما جاءت عندما يعني كان هناك قرار لانسحاب، جاء انسحاب أحادي حتى لا يتم تسليم غزة للسلطة. هذا أمر في 2005 بالتأكيد. علاوة على والشيء المهم جدا، الأموال التي طلبت إسرائيل من دول أخرى أن تعطيها الحماس، العمال الذين سمحت بدخولهم إلى غزة. نتنياهو في كل الحملات الانتخابية كان يتباهى بأنه سبب الانقسام. بالضبط، إسرائيل هي التي قوت حماس ودعمتها في قطاع غزة، وهي التي أضعفت السلطة، والآن تريدها أن تخرج من المعادلة. لماذا؟ لأن كل الاحترام للمقاومة التي خدعت الاحتلال الإسرائيلي خدعته بشكل كبير جدا خلال سنوات طويلة، وكانت أكثر سنتين لخداع الاحتلال هو كانت من 2021 حتى 2023. طيب. خلوني أخرج فاصل قصير ونواصل هذا الحوار. النهاردة يوم 12 يوم 16 في قمة عربية، هل لها أي يعني ماذا ننتظر من هذه القمة العربية؟ السؤال أصبح تقليدي جدا، بنسأله قبيل كل قمة عربية ثم نتحدث على القادم، ماذا نتوقع أن يحدث في غزة؟ الدقائق الأخيرة من حلقتنا، دكتور أيمن، ماذا تتوقع للفترة القادمة في رفح؟
للأسف الشديد أتوقع أن الحرب تستمر بنظرية بقعة الزيت، تتسع بشكل بطيء دون ضجيج، دون أن يدفع الاحتلال أثمان في تأمين الناس في مناطق لجوء، صمت أمريكي، لأن الأمريكان طالما لا يوجد هناك ارتقاء بشكل كبير جدا، يعني نشاهد اليوم ارتقى من المدنيين في غزة أكثر من رفح، وبالنسبة لهم يخرج يعني حتى الآن التقديرات تقول أن 500,000 فلسطيني غادروا غزة باتجاه مناطق خان يونس والوسط. وأولا هذا يؤكد أن الشعب الفلسطيني صامد في أرضه، لن يذهب باتجاه الحدود المصرية، وهذا أمر مهم جدا. تصليب الموقف الفلسطيني كان بسبب مصر الذي قالت نحن لن نسمح لا بالهجرة القسرية ولا الطوعية، فصلب الموقف الفلسطيني وأصبح مصر أن يتنقل من مكان إلى مكان، هو يهرب من الموت إلى الموت ولكن ليس لديه سبيل. للأسف الاحتلال يتسع في هذا الأمر. في اليوم الأول للحرب قال، عندما دخل عفوا رفح واحتل معبر رفح، قال أن هناك شركة أمريكية أمنية ستستلم وتدير معبر رفح، وهي من ضمن المرتزقة الأمريكان، وقيل أنها فوق أعتقد التي ستستلم هذه المعبر، وهي من الضباط الأمريكان. والأمريكان قيل في اليوم التالي على الإسرائيليين أن يفتحوا معبر رفح بصفتهم يديروا هذا الأمر. لدينا مشكلة في هذا الاتجاه، لأنه لا جرحى يخرجون حتى الآن، والأعداد تزيد بشكل كبير جدا، لا غذاء يدخل غزة، والأمر يزداد سوءا. والآن الناس التي رحلت من رفح إلى مناطق غير مؤهلة وغير أدمية، في مناطق المواصل لا توجد بها لا مياه نظيفة للشرب، لا توجد بها حتى مناطق للصرف الصحي، فلدينا مشكلة كبيرة جدا ستزداد، وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة في غزة الأيام القادمة ستكون الأمور أكثر صعوبة. أستاذ أشرف، هل يمكن أن تواصل مصر دورها كوسيط بعد أن لجأت إلى محكمة العدل الدولية؟ يعني هل هنا تستقيم الأمور ولا خلاص كده مصر رفعت إيدها من دول الوساطة؟ أعتقد أن الكل يفهم أنه مصر لجأت لمحكمة العدل الدولية كورقة ضغط من أجل استئناف المفاوضات والضغط على الجانب الإسرائيلي. مصر لديها أولوية قصوى هي إنقاذ الشعب الفلسطيني، هي منع إسرائيل من توسيع العمليات سواء في رفح أو غيرها. المسألة بالنسبة لمصر ليست هي أن تصعد مع إسرائيل أو تحارب مع إسرائيل للتصعيد في حد ذاته، ولكن تصعيد لاستخدامه كأوراق، ومصر من خلال التنسيق مع الولايات المتحدة ودول العالم المختلفة تتحرك من أجل ضرورة إنهاء هذه الحرب. الوضع كما قال الدكتور أيمن مأساوي في غزة، المخزونات الأغذية التي كانت مقدسة في معبر كرم أبو سالم ستنفذ بحدود يوم الجمعة أو السبت القادمين. هناك تعثر في تشغيل الممر المائي الأمريكي أو الرصيف البحري الأمريكي، لأنه أمريكا تريد أن تكون هناك شركة محلية أو ما إلى ذلك هي التي توزع المساعدات. عمليات إسقاط الجوي للمساعدات توقفت بشكل غريب، وبالتالي مصر ليس أمامها إلا أن تضغط لاستئناف المفاوضات والضغط على إسرائيل بمساعدة دول العالم. لكنها لن تتعامل مع إسرائيل لمرور المساعدات، هي لن تتعامل لمرور المساعدات عن طريق رفح إلا إذا كانت هناك اتفاق، وهناك يعني موظفين فلسطينيين هم من يقوموا بذلك، وتكون هناك آلية واضحة لإدخال المساعدات. وهنا لابد مثلا من العودة للأنور والتي تمتلك المخازن والموظفين وغيرها، مدامت إسرائيل تمنع حماس وغيرها من نقل المساعدات. شكرا دكتور أيمن الرقب. الأستاذ أشرف، هنواصل طبعا متابعة الأحداث غدا، لكن فيما يخص الزمالك وماتش الكونفدرالية 2-1، الزمالك جاب دلوقتي هدف، سيف الجزيري جاب الهدف في الشوط الثاني، ده بيحسن وضع الزمالك شوية انه يكون جاب هدف خارج ارضه، فبالتالي الهدف ده في حال التعادل بيتحسب باتنين، فهنشوف ايه الوضع. لكن 2-1 حتى هذه اللحظه، نحن في الشوط الثاني، الزمالك ونهضه بركان في نهائي الكونفدراليه. بشكركم يا ساده، وبشكركم اعزائي المشاهدين، نتقابل بكره باذن الله. هذه لميس الحديد، تحييكم، اصبحوا على خير.